طب ايه الاستراتيجية المتبعة عشان تقلل التعرض للكوارث الطبيعية ومخاطرها؟ طبعا نظرا للآثار التدميرية الناجمة عن الكوارث، فإنه من الضروري أن تقوم المؤسسات بوضع خطط لبرامج أو تستعد أو ترتيبات لازمة عشان تعرف تواجه الكارثة والتخفيف من آثارها، وتتفاوت طبيعة الاستراتيجيات ومضمونها بحسب. طبعا كل واحد هياخد طريقة في مواجهة هذه الكارثة، ولكن كل استراتيجية طبقا للحاجات اللي احنا هناخدها مع بعض دلوقتي. رقم واحد، نوع الخطر أو الكارثة اللي بتعرض ليها البلد، مدى توفر الموارد البشرية وغير البشرية، قوة المؤسسة الموجودة في الدولة أو في البلد اللي موجود فيها، وبعض من الأوقات في أهداف استراتيجية بتقلل من أخطار الكارثة عشان أقلل حدوث الكارثة اللي ممكن ان انا اقلل من حدوث الكارثة بتاعتي، زي ان انا هل الكارثة دي ممكن ان انا اتلافاها، هل ممكن طب لو مش ممكن ان انا اتلافى هذه الكارثة، ايه المساحة، ايه عدد المتضررين، طب ايه الخسائر الاقتصادية المحتملة اللي ممكن تعملها، طب ايه الممتلكات اللي ممكن افاديها، طب هل في اسر هتتضر او حد من اصوله وممتلكاته او سبل معيشته هيتضر معاه ولا لا، طيب هل في الاقتصاد بتاعي يتأثر ولا لا، طيب هل في ممكن اخصص حاجة استغيث بيها او عملية اصلاح ممكن اقلل من حدوث اي كارثة موجودة عندي ولا لا. ان انا هضع استراتيجية فعالة عشان احقق الاهداف السابق ذكرها، ان انا اقلل من حدوث اي كوارث او ان انا حد يبقى متضرر من عندي كتير، فانا ببدأ اعمل اجراءات، اتنين اجراءات، اول اجراء قصير الاجل واجراء طويل الاجل. اجراء قصير الاجل استجابة سريعة وفعالة عند حدوث كارثة، اجراء طويل الاجل بيتم عشان اقلل التعرض للكوارث وضمان تنمية مستدامة عندي في المجتمع. طيب الإجراءات بتاعت قصيرة الأجل بتاعتي عبارة عن إيه؟ مثلا من بين عناصر استراتيجية إدارة الكارثة قصيرة الأجل، واحد، عندي إنذار مبكر أو تنبؤ بالكارثة بتاعتي، هل عندي معلومات مسبقة عن حدوث كارثة متوقعة ولا لأ؟ أهم حاجة استراتيجية التخفيف من الكوارث وإدارتها، وزي ما أنا قلت لكم قبل كده أنا عندي حصل كوارث كتيرة زي مثلا تسونامي، لما عملنا بدأنا نعمل إيه؟ كان عندهم إنذار مبكر إن هيحصل عندهم حاجة، بدأوا واحدة ورا التانية بيقللوا عدد الناس الموجودة أو بيهجروا ناس من أماكن معينة، وده بيحصل في دول كتير لما بيحصل فيها إعصار أو فيضانات بيبدأ يقللوا الناس اللي متوقع منهم إن هم يحصل لهم كارثة، بيعملوا لهم ملاجئ يقعدوا فيها مؤقتا حتى الكارثة تختفي. طبعا برضو في مثال عندي تاني زي الجفاف، ممكن يحصل، هو الجفاف ده ممكن ياخد وقت قصير نسبيا لأنواع كوارث أخرى. مع تحسن المعلومات وفهم الظواهر الطبيعية بدأنا نعرف إزاي هنعرف نواجه الكوارث في جميع أنحاء العالم. تاني حاجة عندي هي تقدير الأخطار، إيه هي المعلومات أو الكمية أو النوعية، أفهم الخطر بتاع الكارثة بتاعتي، إيه هي انعكاساته الطبيعية أو اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية، إيه الآثار الناتجة عنه. طب بيشمل برضو الأنشطة تقدير الأخطار على هحدد طبيعة الكارثة، هحدد درجة التعرض لهذه الكارثة، هعرف معرفة قدرة المؤسسة والموارد المتوفرة لتحمل النتائج المحتملة للكارثة، وآخر نقطة عندي اللي هي وضع تصور وتدبير لمواجهة الكارثة. في نوع تالت أو حاجة تالتة ببدأ أتعامل بيها اللي هي برامج التأهب لمواجهة الكارثة. هو برنامج بيعمل إيه؟ بيحدد لي الإجراءات اللي بتتخذ أو المسؤوليات أو الترتيبات المؤسسية، وكذلك الموارد والسياسات والإجراءات التي ينبغي تجهيزها وتشغيلها عند حدوث الكارثة. تنطوي أيضا هذه على إجراء إدارة إمدادات كافية لحالة الطوارئ، سواء كأغذية أو أدوية أو مواد أخرى في مواقع استراتيجية، الإبقاء على آلية طارئة للتمويل، وضع خطة لوجستية التي قد يحتاجها الأمر. كل اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية كان هي الإجراءات قصيرة الأجل. ناخد دلوقتي الإجراءات طويلة الأجل. دي إجراءات طويلة الأجل، نجد أن استراتيجية التنمية المستدامة والسريعة بتنطوي على خطط للحد من الكوارث وتأثيرها لتخفيف آثارها، وهي أكثر الطرق نجاحا للحد من التعرض الكوارث على مستوى محلي أو على مستوى دولي. فإدماج استراتيجيات الحد من أخطار الكوارث في خطط التنمية يكفي لبذل الجهود لتخفيف وطأة الكوارث بصورة مستمرة، وبالتالي أيضا بيحد من انقطاع محتمل لجهود التنمية بسبب تكرار الكوارث. ولا شك إن إجراءات التخفيف من الكارثة تتفاوت بحسب نوع الكارثة،
فعلى سبيل المثال يتم عرض بعض الإجراءات الأهم للكوارث التي قد تتعرض لها العدد من البلدان، وقياسا عليها يتم إعداد إجراءات طويلة المدى لبقية الكوارث التي قد تتعرض لها البلد. وهي تعالوا نشوف بقى إجراءات التخفيف من آثار كارثة الفيضانات مثلا أو الأعاصير اللي بتتعرض لها البلاد، زي مثلا هنصمم إنشاءات أو نعمل منشآت تتحمل عواصف وتحمي من بداخلها، ممكن نقيم مصاطب ترابية عشان نرفع مستوى المنازل على الأرض، نعمل ملاجئ تحمي من الأعاصير في المناطق المهددة، أو نعمل مدارس أو مراكز مجتمعية يتم استخدامها عند الإحساس بالإنذار المبكر. ودي أصبحت تلعب دورا هاما للخسائر في الأرواح في بنجلاديش، نقل المجتمعات المحلية إلى مناطق أقل خطرا. ودي كانت معانا السياسات أو الإجراءات التي يتم اتباعها في بعض من البلاد لتخفيف كارثة الفيضانات أو الأعاصير، وهي من الكوارث البيئية.